أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. صار جاهز معانا رمز من رموز الشعر ومن شعراء المتألقين واللي له أعمال بتشهد على مكانته وقوة الأعمال الشعرية اللي بيقدمها الأستاذ سعد صباحي. أهلا وسهلا بك أستاذ سعد، حياك الله. ألف حياك، يا مرحبا، ألف هلا، حياك الله. أهلا وسهلا فيك أستاذي، نورتنا اليوم بصباح دجلة. اليوم يمكن أستاذ إحنا ما رح نسألك عن البدايات ولا رح نسألك كيف بلشت بمسيرتك لأنه أنت غني عن التعريف، لكن يعني اليوم حابين نعرف المصدر اللي أنت بتستلهم منه قصائدك، وهل هو واقع أو خيال أكثر؟ نعم، الحقيقة سؤال كبير والإجابة عنه كذلك كبيرة. نعم، يعني لا شك احنا ما دمنا احياء نعيش ضمن الوسط هذا اللي مليء بالآلام، مليء بالجراح، مليء بالهموم، مليء بالنظرة السوداء الى المستقبل. فهي كلها عوامل مهيئة، يعني تهيئ النفس لان تفيض بروحها. نعم، يعني الان في دواخل اي انسان عراقي حريق حين يمر في الشارع وهو لما يرفع رأسه قليل يجد على كل عمود مال كهرباء صورتين للشهداء، حينما ينظر إلى يمر بالسوق يجد أرملة تبيع خضار أو كذا من أجل أن تعيش لها يتيمين أو هذه كلها هموم تبني بالإنسان موقف. الموقف يشع إشعاعات أحيانا تبوح بلوحة إذا كان صاحب موهبة بالفن، أحيانا تبوح في جملة تضج بالألم، تضج بال يعني أعيد سبكها مرة ثانية. وهاي كلها عوامل، المصدر الاساس لعطاء اي شاعر الان هو هذا. نعم، واحنا يوميا نسمع الشعراء ونرى الفنانين كل عطائهم هو انعكاس لهذه الهموم. نعم صحيح. طيب نعم. استاذ سعد، يعني اليوم احنا نعرف يمكن كل شخص في مسيرته سواء كان شاعر فنان واي شخص موهوب ويملك موهبه فيها. نعم. احاسيس لابد وان يكون متاثر ببعض الشعراء من. نعم. من الجيل اللي قبله وممكن من جيله، فهل هناك شخصية معينة. نعم. حضرتك تأثرت بها من خلال. نعم. الشعر؟ نعم، شيء مؤكد. الآن احنا نقف الآن في ظلال هامات يعني ناطحات سحاب اللي 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 عشنا الآن بظلالهم. يعني هنا في محافظتنا في المثنى لدينا شعراء كبار جدا، لكن لهم ميزة انه يعتد بنفسه الى الحد اللي ما يظهر للاعلام او يختفي وراء، يعني لا يشكل الاعلام ولا يشكل يعني ان يطرح نفسه كرمز من رموز الادب العراقي لاعتبارات شعور، يعني اساسا شعور بالاعتداد الزايد بالنفس. عندنا عبد الحميد السماوي، عندنا شعراء كبار كذلك من الجيل اللي لحقنا هذا الشاعر، الحقيقة هامة شعرية كبيرة تكاد يعني وصفتها في كتاب صدر إلي كان الحديث عنه بأنه ناطحة سحاب في سماء الأدب العربي في هذا الكتاب. نعم. ناطحة سحاب في سماء الشعر العربي، لكنه الاعتداد بالنفس. فما مليئت بالتبرهات حقيبتي ولا أفرغت مخلات قلبي مساوية، ترفعت عنه التزل فضارعا وأخضعته لما تجبر عاتيا، كفى بك جهلا ان تراني شاعرا وبعطلا ان كنت بالشعر حاليا. هذا موقف السماوي اللي خلاه. نعم. يبتعد عن الكاميرات في وقته، يعني الرجل توفى سنه. نعم. 64، من الهامات الكبيره في الادب في الشعر العربي. نعم نعم. طيب اليوم لو بدنا نيجي نحكي عن الاشعار اللي بتتميز، يعني بتميز اكيد استاذ سعد، اليوم لما بدي اسمع انا قصيده يعني ممكن انا كيف اميز انه هاي من اشعارك؟ يعني كيف ممكن اول ما اسمعها راسا اعرف واقدر اميز انه هي واحده من اشعارك؟ نعم نعم. هناك كل شاعر له نسج خاص، له طرح روحي، يعني هناك بصمه خاصه بي. اللي ادمن على قراءه الشعر اللي من جيلي وقاري لي وقاري لغيري بالتاكيد، حتى لو مخفي الاسم عن النص يقول هذا لفلان. نعم. هناك بصمة يعني أشبه ببصمة الإصبع لا يكررها ثاني إلا إذا كان مقلد. نعم. يعني الآن لما نقرأ الشعراء كبار الشعراء عادي نقول هاي القصيدة لفلان، لأن الروحية مالته، وهاي أفادت الباحثين، يعني الباحثين اللي أسقطوا اللي ألقوا نظرة بالشعر العربي القديم لما برزت موجة الانتحال بيان طه حسين وغيره، وصار البحوث كلها تشكيك بالنصوص وبالروايات، اصبحت اول عامل يحدد هاي القصيده وهذا النص منحول او لصاحبه من خلال
استقراء البصمه اللي عند الشاعر، النفسيه، اللغه، السبك، البناء. نعم. نعم. طيب استاذ سعد، اليوم اذا القينا نظره سريعه على شعراء الوقت الحالي، يعني حضرتك كرئيس الاتحاد العام للكتاب وللشعراء ايضا. نعم. في محافظه المثنى، شلون ممكن تقيم الشعر الان وشلون ممكن تقيم المثنى. الشعراء ايضا؟ نعم. والحقيقه انه احنا امام نهضه شعريه هائله، يعني نهضه شعريه لا يجد لها نظير في سابق المراحل الادبيه. هناك جيل من الشعراء ابدعوا الى الحد الذي لا يتوقعه باحث. نعم. نعم، انا احضر مؤتمرات كثيره، يعني المربد ومهرجانات اخرى، اسمع اصوات حقيقه هائله في ابداعها. صحيح. كبيره في ابداعها، وهم شباب، او هم من الجيل اللي يعاصروني، يعني جيلي والجيل القبلي والجيل وراء. نعم، تمام. طيب استاذ سعد، يعني يمكن اليوم حضرتك انت بتكتب بالشعر العمودي وايضا الحر، بدي اعرف اليوم اي نوع اقرب من هدول النوعين. نعم. لقلبك وليش؟ واكيد. نعم. اذا ممكن كمان تعطينا هيك على هذا المثال انه قصيده من قصائد. نعم، الاقرب العمودي لا شك، العمودي كم هي المدارس التي خرجت ابتعدت عن العمودي وبحثت عن التجديد، لكنه الآن أصبحت عودة إلى العمودي. العمودي يبقى يحسسك في إيقاعه، في بنائه، في قافية، في الجرس اللي يرسله، وليست يعني أشبه بقطرة الحبر بين مفرق وصفحتين، يشكل شكل مبعثر. الشعر الحديث يرسل إيحاء، يرسل ومضة، لكن الشعر العمودي هو شعر مضمون مهما تعمقت. نعم. فيه الصورة، مهما تعمق فيه الخيال، يبقى يرسل مضمون زائدا ومضى روحية. نعم. يعني سابقا الشاعر إذا كان يكتب في الرثاء فالغرض القريب إلى الرثاء هو المديد، بحر المديد. يكتب بالحكمة الطويل، يكتب بالحماسة وهكذا، يعني الإيقاع أو الموسيقى تلحق العوامل الأخرى في تفسير الحالة النفسية اللي يعيشها الشاعر. لكن الشعر الحديث. نعم. الآن يرسل تشتيت. نعم. نعم، آسفة، تابع. تشتيت رؤى، تشتيت رؤى. نعم. 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 الآن بلمحة واحدة لأحد الأصدقاء اسمه مهدي الحارثي من القادسية، بيتين شعراء وثلاثة أقدر أوضح من خلالهن. عنده قصيدة يقول: لا تنخدع باسمها موبوءة مدني، بالخوف بالجرب الموروث، بالعفن قد يغضب الله أف من فم درني، ما أكذب الصبر بالموال يا وطني. الله. طيب أستاذ، لا أستطيع أن أشرحها في صف على سبورة كلمة معناها. نعم، أكيد. نعم. طيب أستاذ سعد، لو تحدثنا عن إصداراتك، يعني ما شاء الله مسيرة امتدت لأربعين عام، خلينا نتحدث عن إصداراتك وعن الأقرب منهم يعني بالنسبة لك. أقرب إصدار إلي في مجال المقالة والكتابة هو تحت سماء المدينة، صدر أخيرا يعني. نعم. عن دار ياسمين هنا محلي عندنا بالسماوة. هذا الكتاب اللي صار أمام الشاشة، وقبله الحقيقة رب ضارة نافعة أيام الحجر في أيام كورونا، وبقينا. نعم. بالبيت. صحيح. ما استغليتها، وإنما هي فرضت علي كتبت هذا المجموعة الشعرية اللي هي بعنوان هناك انتظرني. مجموعة من شعر التفعيلة. نعم. اللي تعيش مرارة معاناتنا، يعني معاناتنا تحت الكورونا والمأساة اللي عاشها المجتمع الإنساني كله عاشه. نعم. يعني في كل لحظة تسمع، لا تستغرب أنه أحد أصدقائك، أحد أبنائك، أحد إخوانك ودع. هاي كان يعني أشبه برسالة نفسية عن الواقع اللي عشناه خلال أيام كورونا، أيام الحجر. وقت ديوان آخر، العزف على الوتر الخامس، وهو أشبه بشعر التفعيل التقليدي. نعم. يعني لجار مسحة الفن السابق للشعر، الشعر الحر. والديوان الأقدم اللي هو طائر الليل. قبل اكو دواوين لم اعثر حتى في المكتبات عليها، منها حديث مع البحر. نعم. ويعني فتشت حتى لما نحتاجت حتى في المكتبات المحليه ما عثرت عليها، بالاضافه الى هناك مشاريع لتاليف لانجازات اخرى، منها حكايات من مدينتي.
نعم. والحقيقة اللي ربما البعض يقول أنت كم مغرم بمدينتك. نعم المدينة اللي ما حب يعني ما كان عندي رغبة بأن أغادرها ولو لقرية من قراها. نعم نعم. يعني اليوم أستاذ سعد هيك حابين كمان يعني إحنا لهلأ ما سمعنا منك شعر مزبوط، فحابة تختار واحد من التنين، إما من هناك انتظرني أو يعني طائر الليل، إذا ممكن نسمع من واحد منهم الشعر المفضل إلك فيه. نعم. هناك يعني لأنه تفاجأت بالطلب لأن لازم أفتح كتابه وأقرأ أنا ما معي، لكن أكتب غلاف واحد من الكتب اللي هو هناك انتظرني على الغلاف المصمم نشر قطعة يقول: هناك تركت الظلال بليل مسافاتهم ورحلت، فيا ليل طربي إلى حيث هم راحلون، فإني لكست الخطى تحت جنح الظنون وجئت، معي ضوء نجمك يختالني كل حين، ويحدو بقافلتي منك ليل وصوت، معي منك صمت غزير الخطى وليل عصافيره هاربات، معي منك ميرات جرح وموت، معي منك تذكرة الموت أدري، وطوفان أسئلة حملتها العيون، فما أنت يا ليل ليل، ولا أنت يا قبر قبر، ولا أنت يا بيت بين كهوف العشيرة بيت. واعذريني من كونها يعني مقطوعة صغيرة لي حصة أماني. أكيد أستاذ سعد، يعني صراحة نورتنا وأسعدتنا وكان حديث جدا ممتع وياك، شكرا جزيلا لوجودك ويانا، ونتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا جزيلا.